وفي اليوم التالي جلست أمام الفطور تتأمل الطعام من دون شهية. كانت تشعر بالغثيان، ولم تكن هذه المرة الأولى أيضا. أتراها أصيبت بعدوى؟ لكنها لم تكن تشعر بالمرض، بل بمجرد تعكر في المزاج. وبينما كانت تفكر في هذا اللغز، خطر لها أن جسدها يتصرف أيضا بشكل شاذ. وبحساب بسيط على أصابعها اكتشفت أن دورتها الشهرية تأخرت أياما عدة. عادت تحسب، لكنها لم تستطع أن تتذكر التواريخ الصحيحة، لأنها لم تهتم قط من قبل بهذا الموضوع. واختلطت التواريخ في ذهنها وتجمدت مكانها، وهي تتذكر أنها لم تتخذ أي احتياطات لمنع الحمل كما لم يفعل راؤول. كل ما حدث بينها وبين راؤول حدث بسرعة، ولما تجري العلاقة بينهما عن سابق تصور وتصميم. هل كان يفترض أنها تتناول حبوب منع الحمل؟ رباه، كيف أوصلت نفسها إلى وضع كهذا؟ في الشهر الماضي لم تعاشر راؤول سوى أسبوع واحد، فكيف تنجب في مثل هذا الوقت القصير؟ ألم تقرأ مقالة صحفية عن انخفاض معدل الخصوبة لدى المرأة؟ لعل التوتر والإرهاق جعلا دورتها الشهرية غير منتظمة، وجعلها تشعر بهكذا وعكة. ستنتظر أياما عدة، فإذا بقيت على حالتها ستشتري اختبارا للحمل. على أي حال، من الجنون أن تقلق لشيء قد لا يحدث أبدا. حول لها أمبرتو اتصالا، وكان من راؤول الذي قال: أردت الاتصال بك الليلة الماضية، لكن الاجتماع تأخر كثيرا. كان صوته العميق رائعا عبر الهاتف، فقالت: لا بأس، لم أكن أتوقع اتصالا منك. سنحضر الليلة حفلة يا عزيزتي، إذا سأحصل على سهرة خارج البيت لحسن سلوكي. وسهرة في البيت لسوء سلوكك. خمني أيهما أفضل، أنا لا أحب الحفلات. أثناء ارتدائها ملابسها ذلك المساء انتظرت مقطوعة الأنفاس. فتح الباب الموصل بين غرفتيهما. ارتدت ثوب سهرة أخضر مكشوفا عند كتفيها يبرز لون بشرتها الناصع البياض، وأخيرا نزلت السلم. خرج راؤول يسير متمهلا في الردهة، وراح يتأملها بعينين داكنتين بسواد الليل، عينان ما لبثتا أن تألقتا استحسانا. مظهرك جيد، تورد وجهها لنظراته وقالت: لا حاجة بك لإظهار الدهشة. خطر ببالي أنك قد تنتهزين الفرصة لإغاظتي بارتداء شيء غير ملائم. أنا لست إلى هذا الحد من الصبيانية. وتنحنحت ثم عادت تقول: وبالمناسبة أعدت خاتم الزواج ذاك إلى إصبعي. فقال ببرودة ناعمة: هو لما لا، لقد جاهدت بما يكفي للحصول عليه. التهب وجهها وكأنه صفعها: عندما تتحدث إلي بهذا الشكل أكرهك. فضحك ساخرا: الكراهية تقليد متوارث بين المتزوجين في أسرتنا. إذا أحبت أمك رجلا آخر فهذا لا يعني أنها كانت تكره أباك. كلا، كانت أمي تحب ذلك الرجل نفسه عندما تزوجت أبي، وعندما عرف أبي الحقيقة تحول حبه لها إلى كراهية. فأشفلت: وما الذي جعلها تتزوجه؟ كانت السيارة الآن تنتظر أمام المنزل، فأجاب: كانت جدتي تحب المال مثلها، لكنها أحسن أخلاقا، فأعطت جدي كليمنت ولدا، ثم أخبرته أنها أدت واجبها. ورغم أنهما بقيا تحت السقف نفسه حتى ماتت، إلا أنهما لم يعيشا زوجا وزوجة مرة أخرى. يبدو من الخطأ أن تتزوج أمك أباك بينما هي تحب رجلا آخر. لعلها تعرضت لضغوط لست على علم أنت بها، أو لعلها اعتقدت أنها تقوم بالأمر الصواب وأنها ستتعلم كيف تحب أباك. حرصت هيلاري في جدالها هذا معه على أن تشجعه على تخفيف حكمه على أخطاء الآخرين، فقال بجفاء بالغ: هذا التعليل لم يخطر في بالي قط. أتظنين أنها أنجبتني آملة أن تتعلم كيف تحبني أنا أيضا؟ أشفلت لسخريته هذه وقالت:
أردت فقط أن أقول لك أن ثمة وجهين لكل زواج فاشل، وقد يكون هناك ظروف مختلفة. كنت أحاول أن أواسيك لكنني لا أحتاج إلى مواساة. أنا لا أتذكر أمي، فقد ماتت قبل أن أبلغ الرابعة. وكيف؟ هز بكتفيه، غرقت. أسفة لأن القدر لم يسمح لك بأن تراها. نعم أعرف أنك تظنني عاطفية أكثر من اللزوم، لكنك لو تعلم ما أنا مستعدة لفعله لكي أستعيد أمي وأتحدث إليها ولو لخمسة دقائق. أنا مستعدة للقيام بأي شيء من أجل هذا. قاطعها هزئا، إذا كنت لا تستطيعين أن تقنعي قلبك بأن ينزف بصمت فسأحضر الحفلة وحدي، فقالت وهي ترتعش قليلا وعيناها تغرورقان بالدموع بعد أن أحست بغصة. أظن أن هذه أفضل فكرة سمعتها. لا أراني أريد أن أمضي دقيقة أخرى مع شخص من دون شعور مثلك. اهدئي، كدنا نصل إلى المطار، أنت عاطفية للغاية، قالت بعنف وهي ترتجف. من غير المحتمل أن تشعر بالحزن، أليس كذلك؟ أنا لا أخجل من إظهار عواطفي، فرد بهدوء. أنا لا أطلب منك أن تخجلي، بل ألا تظهري عواطفك وحسب. لكن هيلاري وجدت صعوبة في أن تتحكم في عواطفها الجياشة. لقد أحببت والدي كثيرا وما زلت أفتقدهما بشكل هائل. علماني أن يكون ظني بالناس حسنا، رغم أنني اكتشفت لاحقا أن العالم ليس مثاليا دوما. ومن علمك ذلك الدرس؟ ابنة عمي أبي ماندي. عندما علمت بموت والدي بدأت تحركاتها، أقنعت مؤسسة الشؤون الاجتماعية بأنها الشخص الوحيد المناسب والقادر على تنشئة أخت إيما وتحمل مسؤوليتها. وكنت أنا أعتبر قاصرا حينها، وتملكني الفزع من أن أفترق عن أختي، فنقلتنا ماندي لنعيش معها في منزل كبير مستأجر. شعرت هيلاري بألم بالغ لهذه الذكرى فسألها: ثم ماذا؟ ابتزت ماندي وصديقتها كل من استطاع الحصول عليه من نقودنا، استولت على النقود التي تركها لنا والدانا. لم يكن المبلغ كبيرا، لكنه يكفي ليبقينا أنا وإما مرتاحين لسنوات عدة. وعندما لم يبقى لدينا ما يمكن أن يسرق أو يباع، رحلت من البيت ذات يوم ولم تعد قط. أظنك استدعيت الشرطة، فإساءة الأمانة جريمة. كان المال قد نفذ وليس بإمكان أحد أن يعيده. كان لدي أمور أخرى تقلقني أكثر، مثل العثور على مكان أقل كلفة نعيش فيه فضلا عن رعاية أختي. وبحنان غير متوقع أمسك بيدها بيضغط عليها وقال: لقد وثقت بماندي لأنها كانت من أقاربك، ولابد أن غدرها تسبب لك بصدمة كبيرة. نعم، وبدلا من أن تداري مشاعرها أفزعها أن تدرك أن تلك الرغبة في إطلاق العنان لدموعها تزداد قوة، وتمتم بصوت لاذع أجش: عندما فقدت ذاكرتي لم يكن لدي خيار سوى أن أثق بك، وصدقت أنك زوجتي. سحبت يدها من يده بعنف وقالت: لست بحاجة إلى أن تقول المزيد، فقد فهمت ما تريدني أن أفهمه، لكن كل ما فعلته أنا هو أنني حاولت أن أتصرف وكأنني زوجتك. لم يكن لدي أي دوافع خفية، كما لم يكن من نيتي أن أكسب مالا من زواجنا. الزمن وحده هو الذي سيبرهن مدى صدق هذا الادعاء. اسمع، ما هي مشكلتك؟ أنت وسيم بشكل لا يصدق، مثير للغاية، ومع ذلك يبدو أنك لا تصدق أن امرأة ما قد تريدك لشخصك. فأجاب بنبرة ناعمة كالحرير: أو من أجل جسدي. صدمها ذلك وفقدت أعصابها وتملكتها ثورة لم تستطع التحكم فيها. هذا أحد الأمور التي لا يمكنني أن أطيقها فيك، تحب دوما أن تكون لك ملحوظة ذكية، أنت مقتنع بأنك لا تخطئ فتلومني على كل ما يحصل. إذا سقطت السماء فوقنا في هذه اللحظة لقلت إن الذنب ذنبي.
لم يهتم لهجومها هذا، وقال وهو يتفحصها بنظراته: نعم، إن المعروف أن الصراخ يسبب انهيار الجبال. تنفست بعمق لتتحكم بمشاعرها. كانت ترى ملامحه الوسيمة بشكل يفوق الوصف من خلال ضباب أحمر. وفي تلك اللحظة من العداوة فتح السائق الباب، وعندما استقر بجانبها في الطائرة المروحية همست بصوت كالفحيح: أريدك فقط أن تعلم أنني أكرهك. تخلل شعرها بأصابعه الطويلة ثم أمسك بها وعانقها. شعرت وكأنها هجمت ثم قذفت من فوق جرف عال إلى هاوية سحيقة لتتملكها إثارة ساخنة. مال إلى الخلف وأخذ يحدق إليها بعنف: سنبقى في الحفلة 40 دقيقة فقط. كانت تلهث وأذهلها عنف مشاعرها رغم محاولتها إبقاءه بعيدا. إنه قادر على أن يؤذيها وسيؤذيها ما دامت تحبه. راؤول، أنت تجعلينني أحترق من أجلك. بكاد نمت ليلة كاملة أثناء غيابك في لندن، لكنك عدت الآن ملكا لي وستبقين كذلك حتى أقرر أنا العكس. أنزلتهما الطائرة المروحية على سطح يخت فخم، حيث استقبلوا بترحيب بالغ وكأنهما من العائلة المالكة. كانت هيلاري تشعر بدوار، وكل ما كانت تراه هو راؤول وجسمه الكبير المتوتر المتململ بجانبها وذراعه القوية التي تطوق خصرها، إلا أن آداب المجتمع أخذته منها إذ جاء مضيفه يحثه على أن يقابل صديقا قديما. أمسكت هيلاري بكأس شرابها الذي لم تمسه، أحست بالأنغام وثرثرة الحضور تكتنفها، وأخذ المضيف يقدم إليها وجوها غريبة. ملابس النساء الأنيقة وحليهن الرائعة أغشت منها البصر، فأخذت تطرف بعينيها. كما زادت حركة اليخت الخفيفة الأمر سوءا، وباغتتها الرطوبة الساخنة وتملكها دوار وشعرت بغثيان شديد. وعندما التفتت بلهفة تبحث عن مقعد كان الأوان قد فات وسقطت على سطح المركب مغمى عليها. عندما استعادت وعيها كان راؤول ينظر إليها بعينين غامضتين وهو يقول: لا تقلقي يا عزيزتي، سأخذك إلى البيت. عادت تطرف بعينيها وحمدت الله بصمت على تلاشي شعورها بالغثيان. رفعها بين ذراعيه متبادلا حديثا قصيرا مع مضيفيه القلقين، ثم سار بها إلى السطح العلوي ليركبا الطائرة المروحية مرة أخرى. عندما أصبحت الطائرة في الجو قال لها بإعجاب ساخر: لا أظنني رأيت في حياتي تمثيلا أبرع أو أكثر سحرا من تمثيلك هذا. تذكرت أنه أعرب عن رغبته في قضاء أقل من ساعة في الحفلة. سرها أنه اعتقد حقا أنها مثلت دور المغمى عليها لكي تصره وتساعده على إيجاد حجة لترك الحفلة بسرعة. لم تساعد حركة الطائرة في الجو في استقرار أمعائها المضطربة، كما أن الحديث فاق قدرتها على الاحتمال. شغلت ذهنها أسئلة عديدة زادت من توترها. لماذا أغمي عليها؟ لم يحصل لها هذا قط من قبل. لكنها تذكرت أن بيبا أخبرتها أن الدوار أمر شائع في بداية الحمل. وحالما حطت بهما الطائرة المروحية التفت راؤول إلى هيلاري ليساعدها، بينما أضاءت ابتسامة خبيثة وجهه الوسيم. كان هذا أكثر حالات الإغماء تأثيرا حتى أنني ظننت للحظة أنه حقيقي. تمتمت وهي تتكئ عليه: لقد كان كذلك، أظنه دوار البحر. فهتف: دوار البحر. فأضافت بنبرة اعتذار: ما زلت أشعر بالظرف. تأوه وانحنى ليحملها مرة أخرى وهو يقول مستغربا: دوار البحر، لم يمضي عليك سوى ربع ساعة في البحر. بعد ذلك بساعة كانت تستلقي في السرير وقد ارتدت قميص نومها، فيما جلس راؤول عند أسفل السرير يتفحصها باهتمام. قالت متذمرة: لا أريد أن أتمدد هنا كالجثة، أشعر بأنني في أحسن حال الآن. فقال معنفا وكأنه يتحدث عن أمر يمكنها تلافيه:
الناس الأصحاء لا يغمى عليهم. إذا قال الطبيب أن حالتك جيدة فيمكنك أن تنهضي من السرير. شهقت. الطبيب؟ أي طبيب؟ سمع طرقا على الباب فقال: لابد أنها وصلت، لقد اتصلت بها من السيارة وطلبت منها أن تزورنا. جلست هيلاري مذعورة: لا أريد أن أرى طبيبا، بالله عليك لست بحاجة إلى ذلك. دعيني أحكم بنفسي على هذا. وما شأنك أنت بذلك؟ أنا زوجك ومسؤول عن صحتك وسعادتك حتى لو لم تكوني ممتنة لذلك. أخرسها الخجل والإحراج فيما فتح الباب لامرأة في منتصف العمر ذات شعر رمادي مكوم فوق رأسها. قالت هيلاري عندما أبدى راؤول عدم رغبته في أن يغادر الغرفة: أريد أن أكون وحدي مع الطبيبة. أجابت على أسئلة الطبيبة بصدق ثم استسلمت للفحص. وأخيرا قالت الطبيبة باسمة: لا شك أنك سبق وخمنت السبب، أنت حامل. شحب وجه هيلاري لأن كل ما فكرت فيه في هذه اللحظة هو كيف سيتلقى راؤول هذا الخبر. وسألت الطبيبة: هل أنت واثقة؟ فأومأت الطبيبة: ثمة دلائل لا تخطئ. أسرت هيلاري إلى المرأة قائلة: لا أريد أن أخبر زوجي الآن، لقد أذهلها ما سمعت، ستنجب طفل راؤول، قد يكون طفلا بشعر أسود وابتسامة جذابة، أو طفلة جريئة بعينين رائعتين كعيني النمرة، لديها قناعة بأنها ستحكم العالم. نعم ستنجب طفل راؤول وهو سيكرهها لذلك. عندما دخل راؤول الغرفة لم تستطع أن تنظر إليه، نزلت من السرير فسألها: ماذا تفعلين؟ كنت أعاني من دوار البحر وقد تحسنت الآن وأريد أن أرتدي ملابسي. حملها وألقى بها على السرير. لا، الطبيبة قالت إنك بحاجة إلى طعام ملائم وكثير من النوم، وأنا سأحرص على تنفيذ نصائحها، قالت له بغضب حين وقف بجانبها يراقبها وهي تتناول طعامها اللذيذ الذي أحضر لها على صينية مزينة بالأزهار. عمل الخير لا يناسبك. منحها ابتسامة طويلة جعلت دقات قلبها تتسارع وقال: أنا أفكر فقط في رغباتي. أحقا عليك أن تكوني في صحة جيدة ونشطة لتنفذي ما أنتظره في الأيام القليلة القادمة، فقد قررت أن أخذ فترة استراحة. لكنك لا تأخذ عضلات. امنحيني نفسك وسريرا واتصالا بمجلس الإدارة فأخذ عطلة. احمر وجهها حتى منبت شعرها فتمتم بصوت أجش: سوف أتخلص من تأثيرك هذا في أو أموت أنا أحاول ذلك يا عزيزتي. ماذا ستفعل عندما تتخلص مني؟ أثناء الصمت الذي تلا كانت أضعف من أن تستطيع حتى التنفس بانتظار جوابه: أعيدك إلى بلدك ثم أعود إلى حياتي الماضية الحرة الغير معقدة كرجل أعزب. ولماذا تنتظر؟ لماذا لا تفعل هذا الآن؟ ما زلت مستمتعا بك، فأنت تختلفين عن عشيقاتي السابقات. فقالت بحدة: وهل لمشاعري أي حساب في هذا؟ إنني أجعلك تستمتعين أنت أيضا وأنت تعلمين ذلك. ذكرها بذلك ببرودة عديمة الرحمة وألفة العشيق القاسية، مدركا تماما قدرته على أن يقلب كيانها رأسا على عقب لهفة وشوقا. عادت تستند إلى الوسائد خلفها وتغمض عينيها المجروحتين بوقاحته. ذكرت نفسها بأن الصبر هو مفتاح الفرج وأن لا ضير أحيانا من السير مع التيار، قد لا تحتاج أبدا أن يعلم أنها حامل منه. هل عليها حقا أن تخبره؟ عندما سيفترقان لن تراه مجددا وهي تريد طفلهما ومتلهفة إليه للغاية، ولديها الكثير الكثير من الحب لتعطيه، وهي مستعدة لأن تقوم بأشق الأعمال لكي تمنح طفلهما بيتا لائقا. كيف يبلغ بها الجبن حد البحث عن عذر لنفسها لئلا تخبر راؤول على الفور أنها حامل منه؟
همست له حالما ابتعد البائع عنهما. أخبرتك أنني لا أريد شيئا، ما الذي نفعله هنا؟ نظر إليها بتسلية، ليس لديك مجوهرات وقد حان الوقت كي أشتري لك بعضا منها. وقفت على أطراف أصابعها لتهمس بنبرة التسلية نفسها. ليس من الحكمة أن تخرج فكرة العشيقة من غرفة النوم. بدأت المصحة. هذه المرة أنا موضوع المزاح، ما من ساعية خلف المال تضيع فرصة كهذه. أشبلت هيلاري بدهشة وألم، واتسعت عيناها واستقرتا على ملامحه السمراء، مد ذراعه يحيط بها وبخصرها النحيف ليمنعها من الابتعاد عنه، وهو يحثها بصوت أجش وودود. فكري فيما قلته لك لتوي، في الواقع قد لا تجدين هذا إلا في الأفلام. أعترف بأنني أسأت الحكم على دوافعك منذ حوالي 4 سنوات. تنفست هيلاري بعمق ثم سألته، هل أنت جاد؟ نعم إلى أقصى حد. واستغل صمتها ليجلسها على مقعد بجانب منضدة لعرض المجوهرات، وهو يقول، البعض يعبر عن أسفه بتقديم الأزهار. قالت لاهثة، هل هذا صحيح؟ لم تستطع أن تفكر بشكل قويم، فقد أخرجها من حالة الألم والإحباط لينقلها مباشرة إلى حالة الارتياح والسعادة. هو البعض لا يعبر عن أسفه بالكلام أبدا، وآخرون مستعدون حتى لشراء المجوهرات لك، آمنين ألا تتوقعي منهم تحفير وجوههم بالتراب. أشرقت ابتسامتها كشمس الصباح، وكادت تقهقه ضحكة لأنها لم تنسى قط ما قاله مرة على أن تعفير الوجه بالتراب هو للفلاحين فقط. وبعد ساعة، وبعد أن عاد إلى البيت، أخذت تتمشى على الشرفة فيما راح هو يشرب كأسا من العصير، وكان النبات الغزير يغطي الشرفات والدرجات التي تنحدر نحو التلة، ومن ثم إلى الشاطئ الخاص في الأسفل. رفعت معصمها فالتمعت الساعة البلاتين في ضوء الشمس المتسرب بين أوراق العريشة فوقها، وقالت تداعبه، الخروج معك مريح كما يبدو. كانت تراقبه طوال الوقت مستمتعة بقربه وبرجولته العنيدة الجريئة، وحتى بإرادته العنيفة التي لا تلين والتي جرأت على أن تعارضها في متجر المجوهرات ذاك. وبما أنه اعتاد أن يواجه تفحصها له، رفع حاجبه الأسود وعيناه اللامعتان مليئتان باللوم لعنادها في متجر المجوهرات ذاك وعدم قبولها أكثر من تلك الساعة هدية منه، ثم قال، أردت أن أغطيك بالألماس. فقالت ساخرة، سأبدو حمقاء تماما، تبدين أشبه بآلهة وثنية. خفق قلبها، وحده راؤول يتصورها كما لا يستطيع أن يفعل أي أحد أو رجل آخر، وتملكها الخجل من نظراته المقيمة وتمتمت باضطراب. لم تفسر لي بعد لماذا غيرت رأيك ولم تعد تعتبرني أسعى خلف المال. توتر وجهه القوي وأجاب، عندما ادعيت في لندن أنك أعدت معظم المبلغ الذي وهبتك إياه عند توقيع عقد المحاسبة، وتبين أن المال ما زال موجودا حيث لم يطلبه أحد، وذلك منذ حوالي 4 سنوات. لكن ما الذي حدث للرسالة التي كتبتها لبول المحامي؟ لم تصله قط. حين ذاك كان بول قد انتقل إلى مكاتب محاماة جديدة، ولابد أن رسالتك أرسلت إلى عنوانه القديم فضاعت. إن بول متكدر جدا لكل ما جرى، وهو يعلم الآن أنه كان الحلقة المفقودة في السلسلة، وهذا هو سبب سوء التفاهم الذي جرى بيننا. كانت هيلاري مسرورة لمناقشتها موضوع المال الذي تلقته منه أخيرا، وقالت، لم أكن أنوي قط أخذ النقود منك، لكنني فعلت، لذا لا يمكنك أن تلومه على الفكرة السيئة التي كونها عني. لم يكن لديه الحق في أن يحكم عليك بذلك الشكل. بدا الألم جليا في عيني هيلاري، وتملكها إغراء في أن تقول له أن بول اكتسب على الأرجح هذا الموقف المتغطرس الرافض لها منه هو نفسه. قالت،
أريد أن أفسر بعض الأمور. عندما تقابلنا لأول مرة كنا أنا وأختي نعيش في منطقة حقيرة، وكان رفقاؤها يظنون أن سرقة المتاجر أمر مسلي. كانت تهرب من المدرسة وكنت تعبة من السيطرة عليها. كان راؤول يصغي إليها باهتمام بالغ. لم يكن لدي فكرة عن مدى قساوة حياتك البيتية، فقد تصرفت ببشاشة على الدوام. العبوس لا يجعل الأمور أفضل. منحتنا نقودك بداية جديدة، فاستأجرت شقة وأنشأت صالون حلاقة ونقلت إما إلى مدرسة أخرى. المشاكل التي كنا نعاني منها توارت كلها، ولم أعد مضطرة للعمل ليلا، فاضطرت هي إلى البقاء في البيت ومراجعة دروسها. وفي السنة التالية نالت منحة دراسية، ومنذ ذلك الحين لم تعد تنظر سوى إلى الأمام. يجب أن تفخري بنفسك. أتمنى لو كنت أكثر صراحة معي حين ذاك. عندما اشتبكت نظراتها بنظراته، جف فمها وحولت نظراتها. حين ذاك لم تشأ أنت أن تعرف عني شيئا. لم أسمح لنفسي بأن أعرفك جيدا، فدفعت أنت الثمن، لكن هذا كان في الماضي، أما هذا فهو الآن. وأمسك بيدها يطبع عليها قبلة محمومة. ارتعشت وارتجفت ساقها، وبتمهل بالغ نزع عن كتفيها الوشاح الحريري فتمتمت: إننا في وضح النهار، إنك تشفلين بسهولة. كانت وهنة القوى مستعدة له من دون أن يقوم بأي جهد مبالغ فيه. راح رأسها يدور ولم تعد تستطيع أن تتنفس. ثورة مشاعرها جعلتها تنسى كل شيء ما عدا مشاعره العنيفة الساحقة. بعدئذ حمل جسدها المتعب المسترخي بين ذراعيه وأخذها إلى غرفة النوم المنعشة. ابتسم لها راضيا، فأرادت أن تبكي حبا وعشقا. أرادت أن تدوم هذه اللحظة من المودة الصامتة إلى الأبد. أزاح شعرها عن عينيها وقبلها وضمها إليه، فشعرت بالانفعال، وودت لو تمضي بقية حياتها كهذه الدقائق وهي في أسعد حالاتها. أنا أعبد جسدك، وأقسم أنه ازداد امتلاء منذ رأيتك لأول مرة. خفضت هيلاري بصرها لتخفي الذعر في عينيها، فيما عاد يقول بصوت خافت: هذا لا يعني أنني أتذمر، أنت تفهمين ما أعني. لاحظت رغبتك المتزايدة في أكل الشوكولا السويسرية. إنه يظنها تسمن لأنها تكثر من تناول الشوكولا. ابتعدت عنه بسرعة. تأوه بصوت مرتفع ثم شدها بيده يعيدها إليه: لا تكوني حساسة للغاية، إن النساء يتلهفن إلى أن يكون لهن جسد كجسدك. سيسرني للغاية أن أزودك دوما بالشوكولا. من المنعش جدا أن يكون المرء مع امرأة تأكل ما تريد. لا يكفي أنه يراها سمينة، بل نهمة أيضا. ليت هذا صحيحا، ليت ازدياد وزنها وامتلاء جسدها بسبب الشوكولا فقط. سأستحم. وخلصت نفسها منه وأسرعت إلى الحمام، فسألها: أي جهنم تجعلك لا تقدرين جمالك؟ لقد رأيت سيلايا بجانبها أبدو قصيرة وسمينة. التمعت عيناه غضبا وهب من السرير. سيلايا تطفئ رغبتي، أما أنت فتثيرينها. لا أستطيع أن أبقي يدي بعيدتين عنك أكثر من ساعة، حتى أنني تركت عملي في المصرف لأكون معك. اغرورقت عيناها بالدموع. هذه مجرد رغبة جسدية. ساد صمت مطبق، وانتظرت منه أن يخرق هذا الصمت ولو بكلمة اعتراض واحدة. بدلها النظر بعناد عنيف. كانت عيناه تلتمعان بغموض، وجسمه الجبار يقف متأهبا وكأنه يستعد للدفاع عن نفسه ضد المهاجمين. خاب أملها وشعرت بغصة آلمتها، إذ لم ينكر قولها هذا. عليها أن تكون أذكى من أن تظنه سيفعل. وبابتسامة سريعة أرادت بها أن تقنعه بأن هذا النوع من العلاقات يناسبها. دخلت الحمام وأقفلته خلفها، ووقفت تحت المياه المتدفقة فيما دموعها تنهمر على خديها.
كبحت شهيقاتها، كل ما يمكنها أن تقدمه له علاقة مادية بحتة، ولا يمكنه أن يقول أن لديها أي سبب للتذمر. مضى أسبوع منذ أحضرها إلى جزيرة سردينيا ليقيما في هذه الفيلا الخلابة، حيث يستمتعان بعزلة كاملة ورفاهية غير متكلفة. بقيا متلازمين من دون انفصال مدة 7 أيام، فكانا يتناولان طعامهما على الشاطئ ويسبحان في ضوء القمر، فضلا عن وجبات العشاء الشاعرية المتأخرة والقيلولات الطويلة في الأيام الحارة. تبادلا أحاديث طويلة في مواضيع نادرا ما كانا يتفقان عليها. كان رفيقا ممتعا إلى حد لا يصدق، وعندما يحتاجه إلى أن يعمل لساعة أو اثنتين كانت تتكور في مقعد قريب وفي يدها مجلة لتبقى في رفقته. بالنسبة إليه كانت هذه هي السعادة المثالية، لكنها أيضا تمثل تحديا، إذ راحت تكافح ببطء لتتعود على فكرة أنها حامل منه. كان شعورها الجسدي رائعا، ولكن كان عليها أن تتوخى الحذر من ناحية الأكل والتعب، واعتاد أن يغيظها مداعبا لبطء حركاتها، لكن جسدها كافأها على هذا الاحتراس الذي تعلمته، فلم يعد الغثيان يسبب لها مشكلة كبيرة، ولم تشعر بالدوار سوى مرة واحدة عندما وقفت بسرعة فائقة. كما أن جسدها تغير إلى درجة أن راؤول نفسه لاحظ أنه امتلأ. لن تستطيع أن تخفي حملها أكثر، إلا أن خوفا بالغا تملكها من أن تخبر راؤول بحملها هذا. هذه المرة قررت أن تبني قصورا من الرمال كل صباح وقبل أن تقترب منه لتوقظه بقبلة، وهذا ما أدركت أنه يحبه. كانت تذكر نفسها بفتور ببعض الحقائق، إنه لا يحبها وشعوره نحوها هو رغبة وحسب، وهذه الرغبة تجعله عشيقا لا يشبع. أما تمضية ساعات في الحديث معها، وأما الحنان والاهتمام البالغ بها اللذان يظهرهما أحيانا، فهذا موضوع آخر. على أي حال، إنه رجل محنك إلى حد كبير، ولا يمكنها أن تتصوره يتصرف بفظاظة أو بجهل. إنها ليست زوجته بكل معنى الكلمة، لأنه أعطاها ذات مرة أجرا للعب دور العروس. إنها الزوجة التي اشتراها وليست الزوجة التي اختارها، كما أنها لا تتمتع بالصفات التي في الرفيقة والتي سيختارها في النهاية، وتلك الصفات كانت قد استخلصتها منه واحدة تلو الأخرى من دون أن يدرك كم المعلومات التي يكشفها. فهو يحب السمراوات الطويلات، وآخر عشيقاته كانت رائعة الجمال. إنه يعتبر الخلفية والنشأة هامتين للغاية فضلا عن التعليم الجامعي، وهي فاشلة من كافة النواحي هذه، فهي ليست ولن تكون أبدا الزوجة التي سيرغب في الاستمرار معها واستمرار زواجه بها. لهذا سيشكل خبر حملها صدمة بالغة له وكارثة أيضا. ولهذا السبب راوغت طيلة 7 أيام، حيث عاشت كل لحظة ثمينة منها وكأنها آخر لحظات ستمضيها معه. الوقت حان الآن للتحدث إليه. ارتدت سروالا حريريا أزرق بلون عينيها مع بلوزة مطرزة تناسبه. منذ شهر فقط كانت تكثر من الزينة على وجهها، لكنها خففت من ذلك الآن. لقد قدمها راؤول إلى عالم مختلف، ومن الطبيعي أن تتفحص النساء في ذلك المجتمع الخاص. لطالما كانت شديدة الملاحظة وسريعة التعلم، وسرعان ما أدركت كيف يمكن أن ترفع من شأن مظهرها مقارنة مع الآخرين. أطالت شعرها بحسب ذوق راؤول، إذ قال لها ذات مرة بإعجاب بالغ: إنه ذو لون خلاب، أريد أن أراه مسترسلا على ظهرك أشبه بسلاسل من فضة هي جميلتي. حين ذاك أجابته متذمرة: سيتطلب وقتا طويلا حتى يصل طوله إلى كتفي فقط. سأنتظر، يمكنني إذا أردت شيئا أن أكون صبورا جدا. ولكي تسره وعدته بأن لا تقص شعرها مرة أخرى.
لم تسمح لنفسها بأن تتساءل كم من الوقت سيتطلب ترك شعرها الحاد الأطراف حتى تصبح تسريحته هذه أكثر الأمور التي سيشعر نحوها بعدم الاكتراث. كانت المائدة قد أعدت على الشرفة للعشاء وكانت جميلة للغاية بفضل فانوس الزجاج الملون المعلق على شجرة التين العتيقة والشموع التي تتألق في كؤوس باللورية والصحون الخزفية المذهبة. ومن بعيد من بين النباتات الوافرة كانت ترى بركة السباحة تتألق في ضوء القمر. كانت هذه فيلا راؤول، أحيانا كان يزورها مرة في السنة وأحيانا لا يفعل. كان لديه أملاك كثيرة في أنحاء العالم، فهو لا يحب الفنادق. حتى هنا في أحد أبعد المساكن في الجزيرة كان راؤول يتلقى أفضل الخدمات، فضلا عن تواجد طاه عند الطلب يحضر له أشهى الأطباق. ومع هذا الثراء الذي لا يمكن تصوره كان راؤول يعتبر تمتعه بمعدل من الحرية والراحة لا يحلم بمثله الآخرون أمرا مسلما به. كان صاحب سيطرة وسلطة، فكيف سيكون رد فعله على ما ستخبره به على وضع لم تسمح له بأن يسيطر عليه؟ أو ارتجف فمها الناعم للمشاعر العنيفة التي جاهدت لكي تكبحها؟ خرج إلى الشرفة وتقدم منها وهو يقول بصوت أجش: استديري نحوي. فأضاعته بشيء من التصلب فيما أضاف: تبدين جميلة، اعتبري نفسك محظوظة إذا استطعت التحكم في نفسي إلى ما بعد العشاء. أثناء الصمت المتوتر بللت فمها الجاف بجرعة من المياه المعدنية. استقرت عيناه الذهبيتان الداكنتان عليها والتوى فمه الجميل هازلا: تقولين إنك قصيرة وسمينة، لا أظن ذلك. احمر وجهها تعاسة، أرادت أن تبقي شفتيها مطبقتين وتندفع إلى ما بين ذراعيه تحتضنه لتتمسك بالسعادة التي منحها إياها، وأردف: كنت كئيبة متقلبة المزاج في الأيام القليلة الماضية. فنظرت إليه بارتباك: أنا في لحظة تضحكين كالمجنونة، وفي اللحظة التالية تتملكك الكآبة وتسيل دموعك، هذه ليست عادتك. أشفلت هيلاري ثم شجعت نفسها على الوقوف بصلابة الصخر لتقول: لدي ما أريد أن أخبرك به.